وجه صباح الخير. حضور حلو والله. أنا توقعت يكون حضور يوم السبت وخاصة بعد أيام كان في مؤتمرات سابقة وعمل وكذا يكون أقل من هيك. لا الحضور جيد هيك لأن أمور البحث العلمي مثل ما بتعرفوا يعني في مو كل الناس عندهم اهتمام بهذا الموضوع. حضور هيك حضور جيد وشيء بيشجع وشيء بيخلي الواحد يفكر أكثر ويهتم أكثر بهذا الموضوع. كما تعرفون بالآونة الأخيرة حرصنا على إقامة المؤتمرات الطبية بكلية الطب. يمكن شاهدتوا خاصة اللي عندهم اهتمام طبي طبي لبناء طبيب ذو معرفة حقيقية أكثر ما هو اهتمامهم بالنجاح، لأنه في عندنا قسم من طلابنا مع الأسف بيهتموا شوي بس بالنجاح وبالحصول على العلامات، وفي قسم الأكبر وهو الشريحة الأساسية عنده اهتمام طبي. نحن حرصنا بالفترة الأخيرة على إقامة المؤتمرات الطبية بكلية الطب. المؤتمرات الطبية على مدى السنوات الطويلة كانت تقام معظمها ممكن كان يقام بكلية الطب بس ما كانت تأخذ الحيز الأكبر من المؤتمرات الطبية بكلية الطب، كانت تقام بالمشافي وبالفنادق. بجوز عندكم إذا حدا عنده اطلاع بتلاقي بيقول لك بالمؤتمر فرضا الجراحة المؤتمر النسائي أقيم بفندق بالمرديان، بصير في ضيافة بصير في يعني أمور اجتماعية أكثر شوي. بس هذا نحن المؤتمرات الطبية تعرفوا الروابط والنقابات، نقابة الأطباء وروابطها بتعمل مؤتمرات طبية. نحن حرصنا على إيه؟ العمل على تأهيل البنية التحتية كاملة لإقامة مؤتمرات كلية الطب. هذا انعكس حتما سينعكس ايجابي على الطلبه، لانه وقت بيلاقوا طلاب طب عندهم مؤتمرات تقام بكليتهم صار عندهم سهوله حضور المؤتمرات، سهوله المشاركه بالمؤتمرات، سهوله اخذ المعلومات. بتعرف المؤتمر هو مثل اكيد انتم عم تهتموا بامور البحث العلمي انتم مستوى اعلى كمان، انه بياخذ زبده الموضوع، بياخذ خلاصه الخبرات كامله بالمؤتمرات. هذا اللي عملناه كعمال بكليه الطب، انه نعمل على إقامة المؤتمرات بالكلية وجهزنا البنية التحتية المناسبة. في بعض المعيقات ان شاء الله حنتجاوزها كلياتها. عملنا قاعة خصوصية للاستقبال وقاعة ومنطقة للمعرض، وهذا كله عبارة عن تعليم طبي. يعني بالمعرض الطبي صحوا عم يعرضوا أدوات طبية، بس انتم كأطباء وقت الواحد بيتعرف على أي أداة طبية حديثة بيعرف شو معنى هي، بيشرح له عليها صاحب الستاند اللي هو عليه. كل هذا عبارة عن بناء معرفة طبية جيدة إلكم، معرفة طبية حديثة إلكم. فنحن ككلية نحن سعينا كثير وسنسعى للأسبوع القادم في مؤتمر الأمراض الجلدية، هو مؤتمر قسم الجلدية بس سيقام في كلية الطب. عادة بيقيموا بالجامعة، حيقيموا كلية الطب، كله بيشاركوا انتم لأن وقت بتحضروا المؤتمرات حتما حيكون فائدة وبناء علمي صحيح إلكم. بس المؤتمر هذا بيتميز أكثر من كل المؤتمرات إنه مؤتمر لكلية الطب. نحن نشكر دكتورة ميسون هي اللي شجعت وتابعت الأمر هذا، مؤتمر لكلية الطب وليس للروابط الطبية اللي هي من خارج كلية الطب، يعني بيكون فيه هني أساتذة كلية الطب وطلبة كلية الطب. إذا هذا عبارة عن أفضل من باقي المؤتمرات إنه هو مؤتمر كلية الطب البشري وبرعاية الطب البشري، لذلك له ميزة أكثر من باقي المؤتمرات. بس نحن حتما سنستمر بجلب المؤتمرات الطبية كلها معظمها إلى كلية الطب. لذلك جزء في قسم الاتحاد الوطني قالوا إنه كان المدرج هذا يستعمل لأمور غير المؤتمرات كمان. نحن حنحرص على إبقاء هذا المدرج مثل ما كان شايفينه، قطعة حلوة كثير، مرتبة كثير، مجهزة، تجهيز جيد، نظيفة. رح نخليها للمؤتمرات واللقاءات الطبية فقط، العلمية فقط. لذلك حنسميه مدرج كلية الطب للمؤتمرات. يعني حنخليه فقط للمؤتمرات لأنه المؤتمر العلمي هو إلكم، مو إلنا أكيدة. نحن بنشارك وننبسط إنه أنتم عم تستفيدوا، بس لبناء مثل ما قال الدكتور نحن صرنا بآخر الخط أو قريب لآخر الخط، هو لبناء الطلبة أو الأطباء المستقبل، ميري الفكر،
زاد الفكر النير والمعرفة العلمية الكبيرة. مثل ما بتعرفوا كلية الطب هي كلية عمرها 120 سنة، كلية عريقة أنتجت وما زالت تنتج الأعداد الكبيرة. يمكن في بحث علمي امبارح كتب إنه أحد خريجي كلية الطب مخترع شغلة أو عامل بحث ذو مقدم للبشرية بمجال جراحة القلب، شغلة تطور للبشرية مقدمها ببحث علمي أو وهو خريج كلية الطب. إذا كلية الطب على مدى 120 سنة قدمت الكثير من الأبحاث العلمية. طلعنا بالفترة الأخيرة على منجزات أو مجلات اللي مقدم فيها الدكتور منذر الدقاق، الأستاذ الدكتور منذر الدقاق أكيد ما تعرفوه، هو أستاذ خريج كلية أستاذ كلية الطب على مدى سنوات طويلة، حاليا صاير متقاعد. جبنا للكلية يمكن حطوه هلا ما رتبتهم كثير، المجلات اللي ناشر فيهم الأبحاث العالمية اللي ناشر فيها أبحاث خلال مسيرته الطبية، هو أستاذ بكلية الطب، عبارة عن مكتبة كاملة ومفهرسة كلها ومحطوط بكل مجلة شو البحث اللي مقدمه. عرض لي شغلة فرجاني إياها يعني مش على حكي، إنه مقدم بحث بزمانه عن داء كرون خارج الإليوم. بتعرفوا داء كرون هو نحن كلياتنا نعرفه، ونحن هلا بنعرف انه بصير بغير محلات، كمان كلنا بنعرف انه بصير وين ما كان بصير، ممكن بالمستقيم ممكن بالعفج ممكن، بس وقتها كان ايامه لما كان هو قدم البحث كان اول من قدم بحث عالمي انه لا انا لقيت حالتين كانوا خارج الاليوم خارج الدقاق. لذلك في ابحاث قدمت باسم كليه الطب على مدى مثل ما قلنا 100 سنه الماضيه، معناها دليل انه بالماضي تبعنا كان كثير اقوياء بكليه الطب ماضيها، وقدمت البشريه ابحاث كان ما حدا مقدمها قبل. هلا نحن نتمنى من هالابحاث هي نستمر بتاهيل الاطباء ذوي الخبره العاليه من اجل الاستمرار، مو نحن نبدا الاستمرار في دعم البحث العلمي ودعم الابحاث ونشر الابحاث العالمي على مستوى العالم، والاستمرار بتقديم ما هو جد او ما هو اتمنى مخترع او ما هو جديد بمجال البحث العلمي. مثل ما بتعرفوا سمعت حدا من الشباب انه مشان الموارد، انا متاكد انه وزاره التعليم العالي وجامعه دمشق بما يخص البحث العلمي هن جاهزين للعمل على اي شيء اي مجال باي مشروع اي موضوع بمجال البحث العلمي. الوزاره والجامعه جاهزه على تقديم ما هو لازم ماديا، بس ضمن الامكانيات، يعني يجي واحد يقول بدي اعمل بحث والله كلف لي هلا 100 مليون ما في امكانيه، ضمن امكانيات الوزاره جاهزه بهذا الاستمرار بهذا المجال. مثل ما بتعرفوا تاهيلنا نحن تاهيل طلبتنا تاهيل اطبائنا تطلب عده محاور، محور كثير مهم هو محور البحث العلمي. محور التدريس ومحور التأهيل ومحور التدريب كله مطلوب، بس محور البحث العلمي هو محور كثير مهم. ممكن في تغيير ببعض المقدمين البحث، ما في مشكلة أبدا. بعرف هذا المؤتمر هو استمرار للمؤتمر اللي أقيم بالفترة الماضية بجامعة دمشق، مؤتمر البحث العلمي، وكانت يمكن حسب ما اللي حضر أكيد وكلكم كنتوا حاضرين، وكان في حضور كثير واسع وكثير كبير، كان في اهتمام من قبل كافة الجهات بالبلد بالوزارة بإنجاح موضوع البحث العلمي، لأنه هو إحدى المواضيع. ونحن التقييم العالمي بتاعكم من محاور الأمور العالمية الأمور المعروفة مشان تقييم البحث العلمي هو تقييم هو الامور تقييم الجامعات وتقييم الطلبه وتقييم مستوى التعليم ومستوى جامعتنا ومستوى كليتنا عالميا، من الامور النقاط ذات الاهميه الكبيره هي امور البحث العلمي في هذه الكليه. بكل احوال نشكر كل من عمل وسيعمل على استمرار مسيره البحث العلمي في هذه الكليه، لأن البحث العلمي كل بلد تصف أبحاثها
تفيدها إلها شخصياً، لأنه نتيجة الأبحاث بالطب وغير الطب حتماً زاد فائدة على تحسين البلد بذاته، لأنه كل أبحاث بلد لها صفة خاصة فيها، بالطب مثل ما قلنا بغير الطب صفة خاصة فيها، فتطور البحث العلمي حتماً سينعكس إيجابياً على تأهيل الكوادر العلمية بمجال كله بمجال اختصاصه، وسينعكس حتماً على تحسين المستوى على مستوى تحسين مستوى البلد كاملة، وهذا كله بيكون شيء بسيط قدمناه لبلدنا الحبيب سوريا التي هي حاليا بحاجة ماسة إلى أن نسعى بكل الاتجاهات لنقدم لها ما نقدم لها، لأنها حاليا هي بحاجة حقيقة للمساعدة بكل الاختصاصات. بالنهاية نأمل الأمل كله أنه يقدم المؤتمر الفائدة المرجوة له بزيادة زيادة معرفتكم بمجال البحث العلمي، والله يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.